السلام عليكم واهلا بكم في عالم اماني حبايبي يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنعمل المادة الخام اللي بنصنع منها اي منظفات بمكونات كلها سهلة وعندنا في كل بيت تعملي منها شامبو للسجاد جنرال باور صابون سايل تعملي منها منظف الارضيات والبوتاجاز وحملت البوتجاز السيراميك كل شيء كل شيء هي دي المادة الخام بتاعة أصل المنظفات هنعملها إن شاء الله بطريقة سهلة أوي بمكونات كلها في بيتنا مش هنشتري حاجة من بره يعني بمكونات أساسيات النظافة زي ما إحنا شايفين كده اللمعة خطيرة ويعني و... تسميه تكسابون تسميه تايلوز آه تسميه أي حاجة المهم إن هو المادة الخام بتاعة تصنيع المنظفات. زي ما احنا شايفين كده قوام يعني حاجة حلوة جدا قوام خام بيلمع روعة ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله تفعلوا الجرس يا حبايبي علشان يجيلكم الاشعارات من القناة اول حاجة عندي كوبايتين من المية المية دي فترة عادي من الحنفية ما بستخدمش اي مية سخنة في الوصفة بتاعت النهاردة زي ما احنا شايفين كده يبقى كده استخدمت موجين من المية زي ما شفناه كده الحجم ده اللي هشتغل بيه في المقادير بتاعتي هحط كمان بعد ما حطيت مية فترة من الحنفية تلات معالق من النشا هدوب النشا كويس جدا بحيث انها تديني قوام ناعم زي ما شفنا كده التكسبون بتاعنا او التايلوز او الماده الخام بتاعه اي منظفات والماده الخام كمان بتاعه الصابون بتاعي شامبو السجاد هنعمله ان شاء الله الفيديو اللي جاي بنفس الطريقه كده يا جماعه وهنوريكم وهن ازاي هنعمل شامبو السجاد بطريقه تحفه جدا وهيخلي سجاده عندك زي الفل هنعمل شامبو للسجاد ان شاء الله وتقدري كمان تستخدميه صابون هنعمله لكل حاجه استنوني الفيديو اللي جاي النهارده هنعمل الماده الخام وبعد كده هنعمل الشامبو السجاد او الصابون السائل هقلب كويس جدا هحط معلقه كبيره من الكربوناتو ومعلقه كبيره من ملح الليمون وهقلب كويس قوي قوي وادوب المكونات مع بعضها لغايه ما يندمجوا واحس ان مفيش دخل خل الطعام العادي خالص بتاعنا هحط حوالي برضو معلقه كبيره من الخل واقلب كويس قوي طبعا الخل معروف ان هو ماده حافظه وكمان بيديني نظافه غير طبيعيه بكل حاجه ممكن استخدم آه الماده الخام اللي بنعملها النهارده واقلب كويس قوي وادوب كل حاجه لحد ما احس انها بقت ميه خالص واندمجت مع بعضها بالشكل ده بعد كده هاجي بقى للبطاس او الكنتور او الصودا الكاويه واحب هنا اقول معلومه مهمه قوي ان الصودا الكاويه لازم يكون نوعها كويس واقوم بجيبها من حد انا واثقه فيه علشان ده بيساعدني جدا على نجاح اي وصفه او اي منظف هعمله دلوقتي انا جبت بعد كده نكمل كلامنا عن الصودا الكاويه لان في موضوع لازم اقوله لكم وده كان اجابه سؤال من متابعه عندي الاول هنجيب نص كوبايه من الميه وهزود عليها معلقه زي ما شفنا معلقه كبيره من الصودا الكاويه طبعا اقلب كويس جدا جدا لغايه ما احس ان هو اندمج مع الميه بالشكل ده ويكون ملوش اثر خالص والصودا الكاويه تكون بردت تماما او البطاس تمام كده بالشكل ده هسيبه بقى يبرد على جنب خالص لازم يبرد تماما خلي بالك غلطه كتير قوي من القنوات ما بينسوا يقولوها لو عملتي اي منظف والصودا الكاويه سخنه وبتطلع لسه الابخره بتاعتها هتديكي ريحه مش كويسه في اي منظف انت بتعمليه يبقى انا دلوقتي هسيبه يبرد وهبتدي اقلب تاني المكونات اللي عندي نقول بقى المعلومه واحنا بنقلب البطاس اسمه ايه في الدول العربيه اسمه هيدروكسيد صوديوم او الكنتور او الصودا الكاويه اما بيكربونات الصوديوم مش بيتاس خلوا بالكم يا جماعه بيكربونات الصوديوم ده عباره عن كربوناته كربوناته اللي احنا بنحطه في الطعميه ده اسمه بيكربونات صوديوم انما البتاس هيدروكسيد صوديوم او الكنتور او الصودا الكاوية غير كده ما يبقاش بيتاس يبقى هي دي اسماء البتاس فعلشان سالتني اسمه ايه في الدول العربيه اعتقد هيدروكسيد الصوديوم وفي بعض البلاد الكنتور وهو الصودا الكاوية وهو البتاس احنا بنسميه في مصر بيتوس تمام بعد ما الصودا الكاوية بردت خالص او البتاس ما برد ضفته للخليط اللي انا عاملاه اللي هو مدوبة فيه النشا زي ما احنا شايفين كده اتكون معايا جل جل التكسابون او جل التايلز او جل المادة الخام بتاعة المنظفات الأصلية اللي من غيرها ما ينفعش أي منظفات تتعامل. عملنا قبل كده بصابون المبشور بس بصراحة دي أفضل نتيجة وأفضل قوام لأي من نوع منظف إن شاء الله استنوني هنعمل شامبو السجاد ما تنسوش تنزلوا دلوقتي لو لسه معايا في الفيديو لغاية هنا تنزلي تعملي اشتراك في القناة ولايك إن شاء الله آه القناة تعجبكم زي ما احنا شايفين كده النتيجة هايلة جدا يا جماعة يارب يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو ويكون المادة الخام بتاعت النهاردة عجبتنا تقدري بقى تشكليها تعملي برسيل جيل تعملي باور تعملي اي حاجة تعملي مثلا تعملي جنرال تعملي مثلا شامبو سجاد زي احنا ما هنعمل في الفيديو اللي جاي ان شاء الله تعملي الصابون السايل منظف الأرضيات والسيراميك والحمامات والبوتاجاز وحملات البوتاجاز وظهر البوتاجاز أي زيوت في السيراميك بتشال بسهولة جدا أنت شكليه زي ما بتشكليه وعندنا الفيديوهات إزاي شكلني يعني لو عملنا برسيل جل عندك طريقة البرسيل جل في القناة إن شاء الله هسيب لكم اللينك بتاع جميع أنواع المنظفات علشان اي حاجة او اي وصفة تحبوا تجيبوها تحصلوا عليها بسهولة بجد النتيجة روعة يا جماعة زي ما احنا شايفين المنظر باين قدامكم حاجة كده روعة وحاجة خبرة سنين والحمد لله وطبعا زي ما قلت لكم اهم معلومة قلناها النهاردة ان لازم في اي نوع منظفات تكوني بتعمليه تسيبي البتاس يبرد خالص والابخره تطلع منه خالص علشان ما يديكيش ريحه مش حلوه مش لطيفه لاي منظف بتعمليه سلام عليكم ما تنسيش حبيبتي اللايك